السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتابع تطور نمو الشتلات العشرة اللي زرعناها من حب البذر اللي هجناه من الفلفل اللي هو بين التباسكو والكينج ناغا. فهذه عندي العشر نبتات، مثل ما احنا شايفين نموهم غير طبيعي من ناحية القوة والحجم، وهذه مثل ما ذكرنا انه متوقع بالذات لما اول دفعة او اول جيل اللي هو F1 يكون النمو جدا قوي بالنسبة حق الأصناف المأصلة أو الأصيلة، لأن فيها جينات ثانية داخلة عليها، فعموما هذه يكون طبيعي. وهذا اللي السبب إن شركات البذور لما تبيع بذور، أكثر الشركات تركز على أنها تبيع بذور F1 هايبريد، لأن الهايبريد او F1 يكون نموها اقوى من الاصناف المؤصله في اغلب الاحيان، فيكون النمو اقوى. فلهذا السبب شركات البذور او الشركات المنتجه للبذور تفضل ان تبيع F1، لان الزبون يبغي يشوف نتيجه اقوى. فعموما ما شاء الله نلاحظ ان العشر نبتات نموها قوي جدا، وبعضها فيه ثمر، وراح أرويكم بشكل مقرب الثمر، وراح نتكلم شوي عن طريقة نمو أكثر النباتات فيها شيء جديد بالنسبة لي، وراح أرويكم أيضا. فمثل ما احنا شايفين هذه النبتة اللي هي رقم واحد F101 إذا تذكرون حسب الترقيم، هذه ما شاء الله فيها أكثر الثمر، ومثل ما احنا ملاحظين نمو مشابه بعض الشيء للتباسكو، ينمو بشكل على فوق، والفلفل بعض الشيء أكبر من التباسكو، في سمك أكثر مثل ما احنا شايفين، ولكن للحين ما شفنا اللون النهائي والنضوج النهائي، فراح ننتظر ونشوف إن شاء الله. هذه بالنسبة حق رقم واحد. البقية فيهم زهر كثير ما شاء الله، ولكن للحين ما لاحظت تثمير بكثر هذه الصنف أو النبتة الأولى. في واحدة ثانية فيها ثمر راح أراويكم وراح نشوف الفارق أيضا. عندي هنا هذه النبتة رقم 7 اللي هي F107 أو 7، نلاحظ أن الثمر شوي مختلف، هذه ما أعرف ليش فيها نوع الانفصال بهذه الطريقة، يحدث أحيانا بعض النمو الغريب في بعض الثمر، بالذات أن هذه أنواع مهجنة، فلاحن راح نلاحظ يعني تنوع وتغيير في طريقة نمو الثمر حتى في النبتة الواحدة، راح نلاحظ ان الثمر في النبتة الواحدة راح يكون مختلف، ولكن حبيت ان ابين لكم هذه الثمر وكيف ان شكله مختلف. وهذه رقم النبتة رقم 7، وراح اراويكم بعض الاشياء الثانية في النباتات الثانية. هذه عندي هني النبتة رقم 3 اللي هي 03. إذا لاحظ هني عندي هذه الاشتباك بين الغصنين، أتوقع أن هذه تحول في الجينات، أو يحدث أحيانا في بعض أنواع الفلفل أن نلاحظ أن الساق يصير عريض، ولكن يعني في عرض غريب، ولكن السمك يكون نحيف وعادة يكون فيه خطوط، هذه كأن غصنين مندمجين. فعموما جيناتها غريبة، قد يكون فيها تحول جينات يحدث أحيانا في بعض نبتات الفلفل، نادر ولكن يحصل، حصل معي من قبل. فهذه رقم 3 راح أتجنب أن أنقل بذورها إلى الجيل القادم، فهذه ما راح أنقل بذورها إلى الجيل القادم بسبب احتمالنا يكون في هذا التشوه في الجينات، فما أبغي أنقل هذه الجينات إلى أجيال مستقبلية. عندي هذه هني النبتة رقم 5، فيها بداية تثمير وفيها بداية ثمر صغير، فراح نراقبها إن شاء الله وراح نشوف الثمر اللي فيها. ولكن عموما اللي ملاحظة عموما في النبتات أن المسافة بين الغدة إلى غدة شوي طويلة، بالذات في الساق نموها طويل جدا، وهو غير طبيعي بالنسبة لي. العشر نباتات كلها فيها نفس الشيء، بس مثل ما ذكرت هذه قد يكون بسبب التهجين، فراح نتابع إن شاء الله نموها وتطورها. وأتوقع إن شاء الله حسب ما بحثت وحسب ما وجدت إن لما ناخذ البذور من F1 ونزرعها F2 الجيل الثاني إن شاء الله الموسم الجاي بإذن الله، هني راح نشوف التغير والتنوع في الأشكال والألوان والثمر وكذا.
في الاف 1 ما قاعد الاحظ ذاك التغير الجذري بين النباتات والثمر، فاحنا راح نختار الثمر الاقوى والنبت الاقوى وراح نختار منها وراح نتذوق الثمر من الكل، باستثناء مثل ما ذكرت رقم 3 لان فيها بعض المشاكل الجينية فراح نتجنبها وما راح نستخدمها. فعندي 9 نبتات للحين ممكن ان نستمر فيها ان شاء الله، فراح نتابع هذه التجربة الى نهاية الموسم ان شاء الله، وراح يكون في تجربة للثمر. والله يستر، يعني اتوقع ان حرارتها راح تكون جدا عالية بسبب جينات الكينج ناغا اللي هي تعتبر من السوبر هوت او الفائقة الحرارة، فراح نشوف ان شاء الله التجربة تذوق وكذا، ونشوف ان شاء الله نقيم التسع نبتات ونختار منها نبتة ننقلها الى الجيل الثاني ان شاء الله. فأتمنى أن تتابعون هذه السلسلة، وراح يطلع عندكم الرابط فوق للي ما شاف بداية هذه التجربة كيف هتجنى وكذا. فأتمنى أن تتابعون السلسلة، وهذه مثل ما ذكرت راح تستمر على مدى 8 مواسم 8 سنين إن شاء الله، إذا الله أحيانا راح نواصلها معاكم إلى أن تستقر الجينات، وراح يصير عندي صنف فلفل مميز يكون ملك خاص لي أنا. ومثل ما ذكرت أنا لحين ما استقريت على اسم، فاللي عنده اقتراح حق اسم ممكن يتركه في قسم التعليقات. حصلت بعض الأسامي المميزة جدا وتعليقات مميزة جدا بخصوص التسمية، لحين ما استقريت على اسم، ولكن إن شاء الله. وأشكر كل من ترك تعليق وتسمية لهذه الفلفل، وإن شاء الله مع متابعة التجربة ونشوف الشكل الشبه نهائي للثمر ممكن نستقر على اسم أكثر بسبب الشكل والصفات إن شاء الله. ف أتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو، وإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذا الموضوع أو أي موضوع ثاني ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.